أنا اسمي عبير نعسان وعمري 37 سنة، ونحن هون بالبيت 3 أشخاص وجينا من سوريا، وصل لي سنة تقريبا بتركيا. أنا تركت بلدي وتركت بيتي بسبب الضرب وسبب الحرب. لا بالنسبة بسوريا يعني الحلول كتير صعبة هناك، وأنا أول شغلة يعني أولادي صغار من كبار وزوج ما في، يعني كتير صعب كتير، فاضطريت أرجع تركيا. أنا ما بشتغل، أنا لأني عندي ابني سقط وما فيني إني أتركه لحاله يعني. أنا هلا بفيق الصبح مثلاً، بفيق الولاد، بيقوموا الولاد، بقوم بلملم البيت، بنزل أنا على السوق. بعمل له معالجة لابني لأجره مثلاً، بحيث أجره مو بتورم كتير، فترة نص ساعة هي ببرك بعمل له فيها معالجة فيزيائية. رحت على القائم مقام، أخذت استمارة، عبيت الاستمارة وسلمناها للقائم مقام، وبعدين بعتولنا مسج رسالة على التليفون مشان تستلموا الكرت من هالك بنك. كتير كويس، عم بفيدني أول شغلة يعني إنه في بتقدر مثلاً، هو بتقدر بتسحب منه مثلاً، بقدر أسحب مصاري نقدية. أول ما أخذت الكرت أنا ابني الله بارك ووضعي صعب كتير، فأخذت الكرت سحبت منه ودفعت أجرة البيت. أنا بتشكر كتير الاتحاد الأوروبي، الهلال الأحمر، برنامج الأغذية العالمي، أنا كتير بتشكرهم، بتشكر كل مين قام على هذا العمل يعني. أنا عم بشتاق لبلدي سوريا، لحلب، لبيتي، بشتاق لمدرسة أولادي، وكانوا هن بالمدرسة وكانوا كتير شاطرين. إنه كنت عملت لهم حلم بمخيلتي إنه يطلعوا مثلاً مستقبلهم كويس وما مشي الحال يعني. اللي رح أعمله أول شيء رح أرجع ضم الأولاد للمدرسة، رح أحط الأولاد بالمدرسة وأرجع من أول جديد أعمل لهم يعني مستوى معيشة يعني، بحيث إنه يقدروا مثلاً يدرسوا فيه وأعالج ابني بس.